كنتيجة طبيعية للتدهور الذي شمل كل شيء. ها هي الحرب تدخل مراحلها الجديدة، ملقية كل ثقلها على المواطنين الذين لم ينجوا من تبعاتها وأزماتها المختلفة. مجاعة وأمراض وأوبئة وفشل كبير في إعادة عجلة التنمية، بالإضافة إلى استمرار القتال في مختلف المحافظات دون وجود أي بوادر تهدئة أو إيقاف لحظي حتى يتسنى مباشرة العمل الإنساني بالشكل المطلوب. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وفي جديد تقاريرها قالت إن نحو 15 مليون طفل في اليمن لا يمكنهم الوصول المنتظم إلى مياه الشرب. اليونيسف في دراسة مشتركة مع منظمة الصحة العالمية أكدت أن 180 مليون شخص لم يتسنى لهم الحصول على مياه الشرب الأساسية في البلدان المتأثرة بالنزاعات، منها اليمن على وجه الخصوص. حصول الأطفال على مياه نقية للشرب لم يكن امتيازاً بل حقاً وأولوية للبقاء على قيد الحياة. هذا ما خلص إليه التقرير الدولي بعد تقارير سابقة تحدثت عن حجم المأساة الإنسانية وانتشار الأوبئة منها الكوليرا. في نهاية إبريل من العام الحالي اجتاحت الكوليرا محافظات عديدة بعد بدايتها في العام الذي سبقه، أدت في نحو 6 أسابيع إلى وفاة ما يقارب 1000 شخص بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الوقت وأرقام الوفيات والإصابة في ارتفاع. تأخر إرسال المعونات وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة كانت من أهم العوامل التي تسببت في تفاقم الأزمة وانتشار الأوبئة التي باتت بعيدة عن السيطرة حسب القائمين بالأعمال الإنسانية. تعود اليمن لتصنف ضمن الدول الأكثر أزمات في العالم، عودة لتصنيف دولي لم يكن قد غادرها منذ بداية اشتعال الحرب.